الطاولة الخفية، وش قصة الطاولة هذه اللي أقامتها هيئة فنون الطهي؟ بنعرف التفاصيل مع بعض مع زميلتي أمنية زاهد. داخل الرياض وفي مكان غير متوقع، قررت هيئة فنون الطهي إنها تقيم مأدبة، طاولة خفية. لكن إيش يعني طاولة خفية؟ دخلنا ولقينا الطاولة الخفية. هذه الطاولة راح يجتمع حولها 30 شخص عشان يتذوقوا أطباق مبتكرة بطابع غربي لكن بنكهات عربية. هذه الأطباق تم وضعها ضمن قائمة طعام خاصة أعدها الشيف الفرنسي جان فرانسوا والشيف السعودية تالين ملياني. يعني هذا الأسبوع تحديداً راح نتذوق أطباق فرنسية لكن بنكهات عربية في الطاولة الخفية. هذا التويزرز للبليتينج، نحط فيه الأشياء الصغيرة مرة عشان حين بيدنا ما نعرف نمسكها، وعشان كمان لا نوسخ يدنا وإحنا بنشتغل مرة. هذا الثرمومتر عشان نقيس حرارة الأكل. بعدين في أقلام الشاربي زي الماركر نكتب على العلب وكذا أشياء الليبلز. يعني أحب الأطباق الفرنسية وأحترم مطبخهم جدا لأنه في تكنيكس مرة كتير، في ديتيلز كتيرة الشخص اللي بياكل ما يكون منتبه لها. إحنا لما نيجي نوقف في المطبخ 18 ساعة إحنا بنشتغل، ما قعدنا ولا دقيقة، عشان إحنا نحب ده الشيء، عشان إحنا مبسوطين وإحنا بنسوي ده الشيء. هذه المأدبة تم تصميمها بناء على طرق مستوحاة من جماليات الحديقة، وشفنا هذا الانعكاس في الأطباق المبتكرة اللي عدها طهاء ماهرين حاصلين على نجوم ميشلن وطهاء محليين، عشان نشوف وصفات وأطباق تأخذنا في تجربة مختلفة لتناول الطعام. لا كوزين سي البارتاج اي بارتاجي سا كوزين دون ان اوت باي سي لوسبيتاليتي كو بو ريبريزونتي لو مون دو توريزم. L'inspiration de mes assiettes, c'est un peu de mon histoire personnelle. Le blanc manger, c'est un gâteau que ma grand-mère préparait. Bah, le concept des assiettes, c'est marier l'Arabie Saoudite avec la France, Riyad et Paris. هذه المأدبة تقوم على فكرة الغير متوقع. كيف يعني؟ يعني كل أسبوع يتم إقامتها في مكان مختلف بشكل سري غير متوقع في الرياض. المرة اللي فاتت كانت في العاذرية، المرة اللي قبلها كانت في قصر المصمك، أما هذه المرة فهي في قصر طويق.